معك عندك. السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل. وفيها الحريري يؤكد أن التصعيد لن يستدرجنا إلى الإخلال بالحوار، ويقول نصر الله على خطى خامنئي في التحريف والتعبئة. إعادة الهدوء إلى المبنى دال في سجن رومي بعد شغب واحتجاز عسكري. عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن تواصل دك معاقل الإنقلابيين الحوثيين. صباح الخير. الهجوم الذي شنه حزب الله على المملكة العربية السعودية بلسان أمين العام السيد حسن نصر الله، رد عليه الرئيس سعد الحريري مؤكدا أن نصر الله يسير على خطى خامنئي لناحية التحريف والتضليل وعروض الاستقواء والتعبئة المذهبية. وأضاف الرئيس الحريري إن ما سمعناه حفلات منسقة من الافتراءات التاريخية ونبش في قبور الأحقاد وانكشاف مفضوح لما في الصدور من ضغائن تجاه السعودية ومؤسسها وقيادتها، محذرا في المقابل من أن تناول الملك الراحل عبد العزيز بالإساءة أمر يضع المتطاولين في المرمى المضاد من أكبر مقام في طهران إلى أصغرهم في الضاحية. اعتبر الرئيس سعد الحريري أن السيد حسن نصر الله على خطى السيد علي خامنئي إبداع في التلفيق وحياكة التحريف والتضليل وعروض الاستقواء والتعبئة المذهبية. الحريري وفي تغريدات له عبر تويتر قال: ما سمعناه حفلة منسقة من الافتراءات التاريخية ونبش في قبور الأحقاد وانكشاف مفضوح لما في الصدور من ضغائن تجاه السعودية ومؤسسها وقيادتها، لافتا إلى أن تناول الملك الراحل عبد العزيز بالإساءة أمر يضع المتطولين في المرمى المضاد من أكبر مقام في طهران إلى أصغرهم في الضاحية الجنوبية. وأشار الحريري إلى أن التوتر السياسي لن ينجح في تشويه صورة السعودية ودورها ومكانتها، معتبرا أن حشد الأتباع في حلبات التحريض على المملكة لن يعطي الوكيل المحلي للنفوذ الإيراني شهادة حسن سلوك بأدواره العبثية. وتابع الحريري بالقول: حزب الله لا يفوت أي مناسبة ليعلن من خلالها أنه قادر على وضع طائفة بأكملها في السلة الإيرانية، موضحا بأن الشيعة العرب ليسوا جاليات إيرانية في بلدانهم بل هم في أساس الأمة، وأن المشروع الإيراني الذي يريدهم مجرد أدوات مصيره السقوط. وأضاف الحريري: ما بين السعودية واليمن من تاريخ مشترك ومصير واحد أعمق وأكبر من منابر النحيب والبكاء الإيراني التي نسمعها من الضاحية إلى طهران. واستدرك الحريري قائلا: إذا كانت وظيفتهم تدفعهم للتضحية بمصالح لبنان كرما لأهداف الحوثي، فأن المسؤولية تفرض علينا عدم الانجرار وراء ردود أفعال مماثلة. واردف بالقول: نحن أمناء على درء الفتنة عن لبنان، وهم أمناء على إنقاذ نظام بشار الأسد والدور الإيراني باختراق اليمن والتدخل في الشؤون العربية. وفي الختام توجه الحريري إلى نصر الله قائلا: لماذا كل هذا الجنون في الكلام؟ إنها عاصفة الحزم يا عزيزي. وكان نصر الله قد جدد هجومه على المملكة العربية السعودية مدافعا عن الانقلابيين في اليمن، الأمر الذي وصفه المتابعون بأنه صراخ المهزوم. التقرير لربيع شنطف. عاصفة من الحقد والكراهية على المملكة العربية السعودية والعرب فجرها مجددا أمين عام حزب الله حسن نصر الله في كلمته خلال مهرجان تضامني مع الانقلابيين في اليمن أقيم في الضاحية الجنوبية، تخللته عبارات مذهبية وأناشيد وتقارير تحريضية، وقد حمل بعض الحاضرين صورا لزعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي. نصر الله الذي بدا منفعلا أكثر من مرة شن هجوما عنيفا على مؤسس وقيادة المملكة مشككا بإسلام السعودية. من يعتدي على الشعب اليمني اليوم هو الذي يجب أن يبحث عن شهادة على إسلامه وعلى عروبته. حسن نصر الله وأمثاله من الميليشيات المسلحة حولوا بلداننا ومجتمعاتنا إلى شرذمة، وحولوا دولنا إما إلى عميلة وإما إلى دول إلى سلطات خائنة مثل سلطة بشار الأسد والسلطة العراقية. يعني يخيرنا بين الحرب الأهلية وبين أن
يجري الاستيلاء على بلداننا وأوطاننا. هو تنظيم ثوري همه أن يقتل كل من يعتبره عدوا لإيران. لا يمكن أن تبقى الشعوب العربية في النار بين داعش ونصر الله، لا بد من مواجهة، وقد بدأتها المملكة العربية السعودية ومعها دول الخليج ومعها مصر ودول عربية أخرى لحماية الجمهور ولمنع هذه التدخلات القاتلة في حياته وفي سكنه وفي سكناه وفي دينه وفي قوميته. ولذلك جن جنونه وصار ما كانوا يقولونه سرا وباستخفاف صاروا يقولونه علنا. نصر الله تحدث باسم الشعب اليمني مدعيا أنه لا يمكن إعادة عبد رب منصور هادي كرئيس لليمن، ومعتبرا هزائم الحوثي بأنها صبر استراتيجي، ولم ينسى الدفاع عن نظام بشار الأسد وإيران. الميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية بالإضافة إلى ميليشيا حزب الله قاتلين 20-30 ألف قتيل في سوريا. أن الحوثيين سينتصرون وأنه سيمرغوا أنف السعوديين بالأرض والعرب. الآن الدول العربية بزعامة السعودية تواجه هذا الكلام بتصرف على الأرض. نصر الله لم يوفر في هجومه مفتي السعودية ومجلس الأمن الدولي، محاولا جاهدا تحييد مصر وباكستان عن التحالف الذي تقوده المملكة، ومتنكرا لما قدمته للبنان. أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن التمرد في سجن رومي قد انتهى، وأن الأمور قد عادت إلى طبيعتها، وتم الإفراج عن العسكريين الذين كانوا محتجزين بالإضافة إلى الضابطين الطبيبين، وأن آمري السجن قاموا بتعداد السجناء ومن ثم أعادوا توزيعهم وفق الترتيبات التي سبقت التمرد. وكانت عملية ضبط الوضع قد استمرت حتى ساعة متقدمة من ليل أمس، بعدما دخلت فرقة من مكافحة الشغب إلى المبنى إثر إشعال السجناء النار في الطبقة الثانية حيث احتجز الدراكيون. تعمل مجموعة من القوى الضاربة في شعبة المعلومات على السيطرة على حال التمرد الذي بدأ في المبنى دال من سجن رومي، بعدما قام موقوفون إسلاميون بعد ظهر الجمعة باحتجاز عدد من العسكريين وإحراق الأمتعة وتحطيم كاميرات المراقبة وكل التجهيزات، بالإضافة إلى خلعهم لأبواب الزنزانات فيه. أعمال الشغب هذه اندلعت على خلفية مطالبة السجناء بتحسين أوضاعهم وتخفيف الاكتظاظ وتقديم بعض التسهيلات الأخرى لهم، ما دفع بأهاليهم وذويهم إلى الاعتصام في طرابلس مطالبين بمعاملتهم معاملة حسنة. وزير الداخلية نهاد المشنوق وفي تغريدة له على تويتر أكد أن الوضع تحت السيطرة ولن يعود السجن إلى سابق عهده من الفوضى مهما كان الثمن. وتأتي هذه الأحداث بعد أشهر من العملية النوعية التي قامت بها القوى الأمنية في رومي، وبعد التمكن من إنهاء الوضع الشاذ في السجن. أكد قائد الجيش العماد جون قهوجي جهوزية الجيش الكاملة لعدم السماح للإرهابيين بالتسلل إلى أي قرية أو بلدة لبنانية. وأشار قهوجي أثناء زيارته مراكز الجيش المتقدمة في الجنوب إلى أن ورشة تسليح الجيش وتدريبه من خلال مساعدات الدول الصديقة ناشطة على قدم وساق. تفقد قائد الجيش العماد جون قهوجي الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الجنوبية في منطقة مرجعيون ومحيطها، حيث جال على مراكزها الأمامية واطلع على إجراءاتها الدفاعية والأمنية للتصدي لأي اعتداء إسرائيلي محتمل. وشدد العماد قهوجي خلال لقائه الضباط والعسكريين على أهمية تنفيذ القرار 1701، مشيرا إلى أن الأحداث الإقليمية التي تطال بشظاياها لبنان بشكل أو بآخر تستدعي من الجيش أقصى درجات الجهوزية والاستعداد لمواجهة التحديات والأخطار. وأضاف بأن الجيش اليوم بات أكثر قوة ومناعة من أي وقت مضى في ظل الإجماع الوطني حوله والإنجازات المتواصلة التي يحققها على صعيد مكافحة التنظيمات والخلايا الإرهابية على الحدود الشرقية وفي الداخل، مؤكدا عدم سماح الجيش للإرهابيين بالتسلل إلى أي قرية أو بلدة لبنانية تحت أي ظرف من الظروف. وأشار إلى أن ورشة تسليح الجيش وتدريبه من خلال مساعدة الدول الصديقة ناشطة على قدم وساق، وهذا دليل واضح على الثقة الدولية بدور الجيش اللبناني وكفاءته القتالية. في النشرة بعد الفاصل، لبنان ودع ريموج بارا.
أهلا بكم من جديد. واصلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالأمس النظر في قضية قناة الجديد بتهمة تحقير المحكمة واستمعت إلى 3 شهود. واصلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان النظر في قضية قناة الجديد بتهمة تحقير المحكمة، وقد مثلت في قاعتها نائبة مدير المحطة كرم خياط لليوم الثاني. المحكمة وصلت الاستماع إلى الاستجواب المضاد للشاهد الكندي جون ألين كومو الذي نفى معرفته بمن سرب المعلومات، كما نفى علمه بتسريب وثائق من المحكمة. وهنا أثار محامي الدفاع عن خياط موضوع عدم استدعاء المحكمة قناة سي بي سي الكندية ووسائل إعلام أخرى نشرت وثائق سرية من المحكمة واقتصار الأمر على قناة الجديد. الجلسة تحولت إلى مغلقة مرات عديدة لتستمع بعدها الغرفة إلى المسؤولة السابقة للأمن الميداني في مكتب المحكمة الدولية ببيروت، والتي تحدثت عن تسليم قناة الجديد 4 وثائق موجهة لمدير المحطة، وقد تسلمها أحد الموظفين فيها نيابة عن المدير، و3 وثائق لم تتمكن من تسليمها للمحطة وحولت إلى قصر العدل. المحكمة استمعت بعد ذلك إلى المؤهل أول رحال الذي سلم مذكرات من قاضي الإجراءات التمهيدية أيضا لمديرة الأخبار في القناة مريم البسام والتي تسلمت الوثائق. تصادف اليوم الذكرى السنوية 10 لاستشهاد الوزير والنائب السابق باسل فليحان، وبسبب عدم تمكن أفراد العائلة من القدوم إلى لبنان في هذا التاريخ بالذات، قررت زوجته وأولاده وشقيقه وعائلته الاحتفال بهذه الذكرى يوم عيد ميلاده في 10 من شهر أيلول المقبل في بيروت، للتأكيد أن باسل ما زال حيا فينا جميعا بسيرته وإرث أعماله الحافل. وتلفت العائلة لأنه بإمكان أصدقائه ومحبيه زيارة المدفن اليوم عند 2 من بعد الظهر وحتى 6 مساء. لبنان الرسمي والفني والشعبي ودع ريمون جبارة مستذكرا إبداعاته الفنية. هو باسل فليحان في مكانه في حديقة دائرة الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت يراقب اللحظات وكأن استشهاده لم يحدث منذ 10 أعوام. ينظر إلى صوره القابعة في ذكريات أحبائه وأصدقائه، صور لا تفارقها الابتسامة، الحياة تتحرك فيها وهي تنبض بالحياة وما زالت تنفض عنها غبار اغتيال 14 من شباط وتستمر. روح باسل هنا حيث ترك خلفه أصدقاء ورفاق وتلامذة في الجامعة والحياة في خطه السياسي الذي رسمه خلال سنوات في إدارة اقتصاد البلد. بس ما بيقدر الواحد يقول لا لما يصح له فرصة بمجاله يقدر يخدم بلده. شاءوا أن يكرموه بجائزة تحمل اسمه ستمنح سنويا للطالب المتفوق في كلية الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت وبمقعد يحمل أيضا اسمه في حديقة الاقتصاد، لتبقى ملائكته تسكن قلب أحد الأمكنة التي أحبها وتبقى روحه الخفيفة كظل مع من يحبهم. هذه الجائزة حتوزع سنويا آخر كل سنة للطالب المتفوق في كلية الاقتصاد، وهي الجائزة دائمة. كمان اسمه على جزء صغير من الجامعة اللي هو هذا المقعد اللي احنا قاعدين عليه، اللي هو المقعد اللي بيجوا التلاميذ بيدرسوا عليه بيرتاحوا عليه بيبنوا عليه صداقاتهم يعني هذا باسل فليحان. وهو دائما بالبال، بس حبينا نحن نكرمه بطريقة بمستوى بيرتقي لمستوى باسل. اجتمع زملاء الدراسة ورفاق العمل والنضال الاقتصادي، التحية كانت فقط له، الجائزة من أجل ذكراه، والحديث كله عن باسل الهادئ المتوقد الذكاء من دون ادعاء، المقاتل من أجل قناعاته التي كانت ذاتها قناعات الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الحرية والاعتدال والسلم الأهلي والعيش المشترك في السيادة الراسخة والسياسة والاقتصاد والإنجازات. ويمكن في الجيل الجديد ما بيتذكر قديه هو كان عنده وقع وقديه كان دور يلي عم يلعبه كبير، بس نحن إن شاء الله على القليلة أصدقاء والعالم يلي عاشروه يلي يشغلوا معه يخلدوا هالذكرى وخليهم دايما يتذكروا، وإن شاء الله نقدر نبني على الإنجازات يلي هو قدر يحققها. الله يرحمه رئيس الحريري كان بالنسبة له باسل هو نموذج ليتحدى فيه النظام السياسي المتعفن اللبناني، يلي أراد من خلال باسل يفرجي أنه بلبنان في طاقات
شابة وقادرة على العطاء داخل لبنان وخارج لبنان. باسل ما كان بحبنا أن نكون حزينين وكان دائما متفائل، بقى بنقول لو باسل كان اليوم معنا كان بيكون كمان متفائل. منذ 10 سنوات عاش باسل صامتا، واجه وجع النار أكثر من 60 يوما بصمت ثم قضى. أبى إلا أن يكون الرفيق الوفي والملازم للرئيس رفيق الحريري في حياته واستشهاده. 10 سنوات وبصمات باسل واضحة المعالم، ويبقى قيمة من الكفاية والجدارة والمسؤولية التي كانت وستبقى مثالا حيا لشباب لبنان. إذن مشاهدينا كنا مع تقرير عن الذكرى 10 لاستشهاد الوزير والنائب باسل فليحان. نعود الآن إلى التقرير عن وداع ريمون جبارة. لا تهمليني متى. في مأتم مهيب ودع لبنان أحد رموز الحركة المسرحية الحديثة وأحد أبرز روادها على مدى أكثر من 50 عاما، الروائي والمخرج المسرحي ريمون جبارة، حيث احتفل بالصلاة الجنائزية لراحة نفسه في كنيسة الرسولين بطرس وبولس في قرنة شهوان بمشاركة رسمية وفنية وشعبية لافتة. جبارة الذي توفي عن 80 عاما بعد صراع مع المرض، رثته عائلته بكلمات أبرزت إبداعه الفني والإعلامي وتواضعه الملفت. حاولنا قدر المستطاع تنفيذ يلي طلبته من عمر، يكون يوم وداعك بسيط، يوم تأمل وصلات، يوم خال من الرسميات. المحبين كتار، ما تواخذنا، ما طلع بإيدنا. اكتشفنا انه رجال دولتك يا ريمون بحبوك قد أهلك. شكرا لسكان الصف الأول. كما ألقيت كلمات أكدت أن ريمون جبارة أعطى الفن إبداعات لا تعد ولا تحصى. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. العراق يعلن مقتل عزة الدوري وحزب البعث ينفي. أهلا بكم من جديد. أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث تطورات الأوضاع في اليمن ومجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد جدد أوباما للملك سلمان التزام الولايات المتحدة بأمن المملكة. في اليمن، قصفت طائرات عملية عاصفة الحزم معسكرات القوات المتمردة في صنعاء وتعز وأبيان. تضاربت المصالح بين الانقلابيين الحوثيين وميليشيات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بعد فقدانهم جزءا كبيرا من قواتهم خلال الايام الماضيه، مع تواصل الضربات الجويه من طائرات عاصفه الحزم التي ادت غاراتها الى مقتل عشرات الحوثيين بعد استهداف تعزيزات عسكريه كانت متجهه الى الشريط الساحلي لمضيق باب المندب، اضافه الى قصف القصر الجمهوري في مدينه تعز. كذلك تكبدت الميليشيات المتمردة الكثير من الخسائر في قصف طائرات التحالف معسكر جبل عطان بالعاصمة اليمنية، مجددة استهداف قاعدة الدليم الجوية ومواقع عسكرية أخرى بصنعاء وجوارها لمنعهم من استخدام الأسلحة والآليات أو تحريكها نحو مناطق أخرى. في حين تعرض معقل الحوثيين في صعدة لغارات استهدفت مخازن وقود وأسلحة وتجمعات حوثية، أعلنت قوات التحالف عن فقدان الميليشيات عمليات القيادة والسيطرة بعد انضمام اللواء 90 مشاة بحرية إلى معسكر الشرعية. وفيما أعلن الرئيس المخلوع أنه لن يغادر اليمن، كشف محافظ شبوة حمد باحاج أن الحوثيين بدأوا ينسحبون من مركز ديحان في محافظة شبوة بسبب مقاومة رجال القبائل الذين أجبرهم على التراجع باتجاه البيضاء. وبعد انشقاق اللواء 35 فرت مجموعة من الحوثيين من مدينة تعز تحت ضربات المقاومة الشعبية التابعة للشرعية، بينما واصلت القوات المتمردة استهداف المباني السكنية في عدن، وحققت المقاومة الشعبية تقدما في منطقة مثلث العند في عدن، ودمرت معدات عسكرية منها مدرعة ومضاد طيران لميليشيا الحوثي. من جهة أخرى، سيطر تنظيم القاعدة في اليمن على معسكر مهم تابع للجيش اليمني وعلى أسلحة ثقيلة في المكلة جنوب شرق البلاد. وفي الرياض، أعلن المتحدث باسم عاصفة الحزم العميد أحمد عسيري تنفيذ عملية ضد الحوثيين في زنجبار
بالتنسيق مع المقاومة الشعبية. وأضاف عسيري أن ميليشيات الحوثي في وضع دفاعي ولا قيادة مركزية لها، مؤكدا أن الغارات تستهدف تجمعات الانقلابيين بعيدا من التجمعات السكنية. كما كشف عسيري أن الطائرة إغاثة أجبرت على الهبوط في جازان بعد تحديها الحظر الجوي، داعيا الجميع إلى التقيد بإجراءات إدخال مساعدات الإغاثة إلى اليمن وإجلاء المدنيين. قدمت إيران رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تتضمن خطة سلام حول اليمن من 4 نقاط. وتدعو الخطة التي قدمها وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء كافة الهجمات العسكرية الأجنبية وتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف حوار وطني واسع وتشكيل حكومة وحدة وطنية. أعلن العراق بالأمس مقتل عزة إبراهيم الدوري، الرجل الثاني في عهد الرئيس الراحل صدام حسين في عملية استباقية بمنطقة حمرين شرقية تكريت، غير أن حزب البعث العراقي سارع إلى نفي الخبر. في غضون ذلك تجري الحكومة العراقية فحص الDNA لجثة الدوري المفترضة قبل الإعلان رسميا عن هويات صاحب الجثة. فجر مجهولون عبوة ناسفة بالقرب من مقر مجلس الوزراء الفلسطيني غربي مدينة غزة من دون الإعلان عن وقوع إصابات. وفور وقوع الانفجار توجهت قوات من الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى الموقع وفتحت تحقيقا في الحادث. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. الحريري يؤكد أن التصعيد لن يستدرجنا إلى الإخلال بالحوار، ويقول لنصر الله على خطى خامنئي في التحريف والتعبئة. إعادة الهدوء إلى المبنى دال في سجن رومي بعد شغب واحتجاز عسكريين. عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن تواصل دك معاقل انقلابيين الحوثيين. ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.